جامعة محمود الماطري، أول جامعة خاصة مختصة في العلوم الشبه الطبية. جامعة محمود الماطري، الامتياز والالتزام. في جامعة محمود الماطري. يوم جيت باش نحكي لكم على أهمية شرب الماء في شهر رمضان. إذاك علاش باش نجاوبكم على أربع أسئلة: قداش لازم نشربوا الماء؟ علاش نشربوا الماء؟ وقتاش نشربوا الماء؟ وبغلاف الماء شنو نجمو نشربوا؟ قداش لازم نشربوا على الأقل إذرا ونص ماء؟ وقتاش من اللي يذن ناخذوا شربة ماء؟ بعد نستناو صيف ساعة ناكلوا ماكلتنا، بعد بساعتين نكملوا نشربوا في السهرية حتىش للسحور. علاش؟ على خاطر احنا نصوموا في 15 ساعة في النهار والدنيا سخونة، لازم بدنا ماشي حشم الماء. بخلاف الماء شنو نجمو نشربو؟ نجمو ناخدو قهوة خفيفة، كويس تاي خفيف، تيزانة ولا جو فخي. ان شاء الله نكون افدتكم النصيحة متاع اليوم. ان شاء الله رمضانكم مبروك، واستناونا في نصيحة جديدة.